Quoi de neuf santé? Tout de suite, quoi de neuf santé? Fait quoi de neuf santé? Quel radin qu'admour comme ahem? Diraset atabé ou al-almeya fi Tunis ou kharj Tunis. At-tasalub al-lawhi ou at-tasalub al-mutaad. هو مرض عصبي خطير يصيب ملايين البشر في سن الشباب ويتسبب في إعاقات عصبية متواصلة وتشتد خاصة في فترات التهيج وتشتد أعراضها بمرور الزمن. وبقيت أسباب هذا المرض غامضة حين أننا كنا نرجح وجود حافز وراثي وخلل في المناعة ويتسبب في تلف الغشاء المحيط بأعصاب الدماغ والنخاع الشوكي ولا يوجد إلى اليوم دواء فعال لعلاج أو تفادي هذا التلف. وصدر دراسة جديدة هامة في مجلة ساينس قام بها فريق من جامعة هارفورد في الولايات المتحدة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية الحاث تم فيها اختبار أكثر من 10 ملايين عينة بيولوجية لمجندين أمريكيين أصيبوا قرابة 1000 منهم بمرض التصلب اللوحي. والنتائج المقارنة بينت علاقة سببية قوية جدا بين هذا المرض والإصابة بفيروس الأبشتين بار. هذا الفيروس معروف منذ عشرات السنين لكونه أكثر الفيروسات انتشارا بين البشر حيث يصيب تقريبا 90% من سكان العالم، وتكون الإصابة في أغلب الحالات مجرد التهابات عابرة بدون خطورة تذكر، إلا أنه أحد البروتينات الفيروس يتسبب أحيانا في حدوث خلل جيني داخل الخلايا المصابة تنتج عنه أمراض سرطانية مثل سرطان لمفاوي أو سرطان البلعوم. ويمثل هذا الاكتشاف حافز قوي للعمل على صناعة لقاح ضد الفيروس للتخلص نهائيا من هذه الأمراض، وهو دليل آخر على أن علم الفيروسات لا يزال في بدايته وأنه مرتبط جدا بعلم الوراثة والتعمق فيها سيمكن من اكتشاف أسباب عديدة الأمراض التي لا تزال إلى اليوم مجهولة ويمكن القضاء عليها بفضل التلقيح. كانت هذه كوادنوف سانتي بالنسبة لليوم.